الشهيد عنيد، قديش نحكي له اقعد وحده يا وليد، مش راضي مناضل من هو صغير. هذا الولد طلع اهدى يما، اهدى يا حبيبي، مش راضي اهدى. الله يرحمه، كان رن علي على 12 بالليل بحكي لي ستي بدي اجي اتغدى عندك بكره. قلت له بدي اعمل لك شش بركة، قال لي بحب هالطبخه هذه. قلت له طولش، بيجي من الجنيد عندي، كان محجوز بالجنيد يعني هيك دايرين بالهم عليه، بدي يروح بس الساعة 5. قلت له بتيجي من الجنيد دوز عندي، تروحش هيك ولا هيك يا ستي؟ قال لي طيب. مروح الساعة 8، متصلين عليه الشباب اصحابه، تعال اشرب فنجان قهوة عنا، وراح عنده وصار اللي صار. يا خال عمره 23 سنة، خلص هو حاطط من يوم ما استشهد ابن عمه حاطط الشهادة والنضال في راسه، يعني ما الولد مهديش بالمرة، يحكي الشهادة أحسن لي عند ربنا أحسن يما. يعني قديش نحكي عليه، خلص اتمناها ونالها الحمد لله. كانت حزينة نابلس امبارح، مش بس ابننا، احنا حزننا على كل الشباب. يعني ابننا استشهد ولا ما استشهد، احنا بنعيط على الشباب وعلى حالنا اللي بصير فينا. شو نعمل؟ ان شاء الله رب العالمين بفرجها وكيم هالغينة عنا.